هاجم سيناتور أمريكي الدول الأوروبية بسبب سياستها تجاه النظام الإيراني، مشبها هذه السياسة بمواقف أوروبا من تغول من تغول هتلر واندلاع الحرب العالمية الثانية. وقال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري لينسي غراهام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه من العار أن تصر الدول الأوروبية على التعامل مع النظام الإجرامي لآيات الله وتستمر في تجاهل إرادة الشعب الإيراني، داعيا القادة الأوروبيين إلى دعم جهود ترامب لعزل آيات الله والوقوف بحزم مع الشعب الإيراني لإنهاء هذا النظام الإجرامي مرة واحدة وإلى الأبد. بحسب قوله، تعليق السيناتور الجمهوري يأتي ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي تفعيل قانون التعطيل الخاص به للتخفيف عن تأثير العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها يوم الثلاثاء الماضي.